السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده إن شاء الله رز البسماتي بطريقة سهلة وطعم هيبهرك يعني بصراحة، وهيشرفك في أي عزومة. جربيه إن شاء الله، الطريقة دي هتعجبك جدا، طعمه مختلف خالص عن أي رز بسماتي، هيشرفك في أي عزومة عندك. يلا بقى مع بعض نروح نشوف هنعمله ازاي. هنا معانا اي ماده دهنيه عندك، سمنه او زيت. انا حاطه معلقه سمنه ومعلقه زيت، هننزل عليهم كده. نجيب واحده لومي قرفه، ورقتين لورا، هنحط واحده مرقه كده نكسرها بس كده، عايز ريحتهم بس تطلع كده. معانا هنا ده فلفل حامي مفروم ناعم قوي، ده اختياري، عايزه تحطي حطيه، مش عايزه ما تحطوش، بس هو بيدي طعم حلو قوي للرز. نقلبه تقليبه كده، الريحه تحفه يا جماعه، تحفه. اللي ما بيحبش الحلو ما يحطهوش، ما لهوش لازمه يعني، غير ان هو بيدي طعم حلو للناس اللي بتحب الحلو. بس معايا هنا ايه، طماطميه مبشوره، بس كده. هنزل بقى بالرز بتاعي، ده رز بسمتي، ده كوبايه ونص رز بسمتي. هنزل بالرز كده، بسم الله. هنقلب الرز حلو قوي كده، مننساش بقى ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحوقلة ناخد حسنات طول ما احنا واقفين كده. جربي الجزء ده هيعجبك وهيشرفك في أي عزومة. بالراحة انت تقلبي الرز بس عشان ايه ما يتكسرش منك. معانا هنا دول كوباية ونص رز بسماتي، هنحط عليهم 3 كوبايات مية، مية سخنة. بسم الله. طبعا الرز البسمتي بياخد ضعف الكمية مية، يعني كوباية الرز عليها 2 كوباية مية. مننساش الملح. طب لو انت نقع الرز ده قبلها نص ساعة او حاجة، فبتقللي المية شوية، بتبقى ايه، كل كوباية رز عليها 1.5 كوباية مية. بس هنسيبه كده يتشرب بقى، بس نخليش النار عالية قوي، يعني نار متوسطة. وهوريه لكم ان شاء الله. هنا الرز بتاعنا هو بعد ما اتشرب كده، نقلبه تقليبة سريعة كده، منقلبش كتير برضه زي ما قلتلكوا عشان ما يتكسرش معانا. هنا الرز بتاعنا بقى بعد ما استوى خالص، معانا هنا ده لون زعفران، هناخد زعفران باودر، هناخد معلقه واحده صغيره على شويه ميه كده قد دول كده زي ما انتم شايفين، هنقلبهم كده لغايه ما يدوبوا. نسمي الله كده ونحط ايه كده زي ما انتم شايفين كده. وده برضو كركم، معلقه كركم صغيره اهي،
معلقة صغيرة، حاطين فيها برضو على معلقتين تلاتة مية كده، أو دوبهم كده كويس، وننزل بيهم على جزء تاني من الرز. كده الرز معانا ان شاء الله يبقى 3 ألوان. طبعا انت عايزه تحطي كركم، بس حطي كركم بس اللي يعجبك. هنغطيه بقى كده، احنا مغطيين عليه. ادي الرز بتاعنا بعد ما خلص، شايفين بقى الالوان. شايفين فلفل ازاي؟ معانا هنا طاسه فيها معلقه سمنه بلدي. معانا بقى هنا اي مكسرات عايزه تحطيها، عندك فول سوداني هتقسميه نصين، عندك لوز، اي حاجه موجوده عندك اشتغلي بيها. معانا طبعا زبيب، حمصهم كده تحميصه خفيفه. طبعا لو لوز هتقشريه ازاي؟ هتحطيه في ميه يتنقع شويه، بعد ما يتنقع شويه هتاخديه تقشريه وتقسمي اللوزه نصين، هيبقى سهل معاكي. لما يتنقع في الميه بقى سهل معاكي. هننزل بقى المكسرات والزيت بتاعتنا كده على الرز. طبعا لو عايزه تعمليه من غير اي مكسرات ولا اي زبيب ولا اي حاجه اعمليه براحتك، يعني برضو بيبقى طعمه حلو، بس هي المكسرات بصراحه وبتديله طعم حلو حتى لو سوداني. بس كده خلص معانا بقى. طبعا مش عايزه اقول لكم ريحته تحفه وطعمه تحفتين. وادي الرز بتاعنا بعد ما خلص اهو، جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم وطعمه هيعجبكم قوي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد.